السلام عليكم. شو بدي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا، ونقول لكم صحة عيدكم وترحموا على شهدائنا. بانيك وبانيك ما ننساوش جي الشعب معاك يا جمال، وخليها تصدي اتحادية الزاتشي، هذه ما ننساوهاش كاع. ونرحبوا بكم وكاع الناس اللي معنا. اليوم جينا نتكلموا على نجم من نجوم الجزائر، نجم اللي راه مشرف الجزائر، اللي راه مشرف الدرابو تاع الجزائر كيما كان على في طيبان. سمحوا لنا اليوم جينا نتكلموا على فانيك محرز، اللي كما يقول لك هو في الانجليز هو الدرابو تاع الجزائر. انا نقولها وما نقولها حاجه اللي نكون واثق منها نقولها، حاجه كي نكون واثق منها ونعرف باللي من بعد الناس تعترف بها نقولها باللي هو الدرابو تاع الجزائر. كي نتكلموا على هذا الصوالح، حنا هاد الامور اللي غادي نتكلموا عليهم تكلمت عليها الشركه تاع نايك، تصف النجم الجزائري رياض محرز بالشبح في باريس في تقرير له. وهو يروي هذه الشركه تروي قصه بدايته الكرويه في شوارع العاصمه الفرنسيه. ونقلت نايك مقطع لفيديو المسمى بالمسمى شبح باريس، التصريحات اصدقائه الطفوله، تصريحات اصدقاء الطفوله اللاعب الجزائري رياض محرز، حيث قال احدهما: محرز يملك قدم يسرى قادمه من كوكب اخر ولديه GPS في راسه، كما يملك القدره في الرؤيه اللاعب، ويمكن القول لديه القدرة على الرؤية في الظلام. إنسان هذا اللعاب العادي أطارزو، الحمد لله يا ربي. نالي جا قلت لهم هذا غادي يولي يتريبلي في الحدوره تاع الخميس، يتريبلي مهود 120,000 في الساعة، يتريبلي ويروح. والحمد لله يا ربي راهي بانت، هدرناها 2014 قدام كوب دي موند، هدرنا هذه الهدرة. وقال الآخر: لعبت معه في فريق أقل من 15 سنة، لقد كان لاعب مذهل، كنت أشعر أنه يلعب بعشر أرجل، وأنه في سن 24 ويلعب أمام أطفال صغار. في ذاك الوقت كان عنده 15 عام، أصحابه كانوا يشوفوا فيه باللي عنده 24 عام راه يلعب كونتر دراري صغار، وشوفوا بيه بلي عنده 10 كرعين، ماشي كرع واحد العادي. وكيما ذاك النويمي ولا يعاير فيهم ويعاير في محرز ويعاير، كان يقول لهم كرعين معيز، اعطينا انت يا كراعك كي داير، اعطينا كراعك كي داير، اعطينا انت شاطيت لبلادك، شاطيت لبلادك، تستغلوا مناصب باش تدوا اماكن، تستغلوا المناصب باش تدوا الاماكن، انت شاطيت لبلادك. بعايرت وقلت لهم بلي هادو لاعبين كرعين معيز، انت كراعك شتا ولا انت لسانك تاع معزه تاع تبعرير، انا نقول لك ماشي كراعك، لسانك تاع معزه. واضاف اخر: عندما يراوغ محرز اللاعبين يتخيل لك بانه حذف قلعه من هذه الدنيا في احد المرات. وزاد واصل الكلام تاعو والقصه تاعو: في احد المرات ارسل احدهم الى المستشفى، كنا مضطرين للاتصال بالاسعاف. يعني لعاب هذا يا العادي، الناس شاهد عليه وكانوا متنبئين له بانه يكون لاعب كبير، كانوا يقولوا له قال لهم فتيتا فتيتا، قال لهم يتري بليدي فتيتا فتيتا، ما كان والو محرز فتيتا، مش فتيتا، انت فتيتا، انت في راسك فتيتا. يعني هذا اللعاب ماهوش جاي من الجابون ولا اسبانيولي فتيتا، كيما تقول لهم اسبانيولي فتيتا، هذا ود الجزائر ونفتخروا به، هذا ربد الاعلام تاع الجزائر في الموند كامل، الموند كامل راه يشوف فيه انتقال تاعو كي داير، الموند كامل هضر عليه، كاع الصحافه العالميه هضرت عليه، ليزانديا وخرجوا عليه جورنال، ليزانديا خرجوا عليه جورنال، قال لك هذا ليزانديا، قال لك خرجوا عليه جورنال. هيا هدر ضربك انت، يا يعرفك غير اخر، عبد الرزاق تاع غانا قال لك ميستر، هذا ما يعرفك، يعرفك غير ميستر تاع غانا. تحية الجزائر وربي يحفظكم.